اركب اركب يا فرج اركب يا بطل. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ومن داخل سوق بلقاس العمومي الدولي اقدم لكم تقرير عن اسعار الحمير والبغال مع المعلم فرج الزيات من قطور غربيه. السلام عليكم يا عم فرج. وعليكم السلام. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. قبل اي حاجه صل على الحبيب، قلبك يطيب. البغله دي سنها يا غالي؟ قفله. تمام. والسعر؟ السعر ب 5000. 6000 جنيه. بخمسه بس. يا معلم هي بتاعتك؟ هي بتاع المعلم فرج. ماشي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بغله قفله والسعر؟ 6000 جنيه. رقم التليفون يا عم فرج؟ 0000 89 89 7 4. اي حد محتاج اي حاجه يتواصل مع المعلم فرج، ورقم التليفون موجود في العرض. اسحب رجلي كده يا عم فرج. اي حد محتاج اي حاجه يتواصل مع عم فرج، ورقم التليفون موجود في العرض. عمك فرج معلم فرج الزيات من قطور غربيه، واي حد محتاج اي حاجه يتواصل مع المعلم فرج. بس على ارضنا هنا، على سوقنا هنا، ده سوقنا حبيبي. ده سوق بلقاس. حبيبي حبيبي. احنا موجودين في سوق بلقاس العموم الدولي. بس المعلم فرج الزيات من قطور غربي، واي حد محتاج اي حاجه يتواصل مع المعلم فرج، ورقم التليفون موجود في العرض. اجي لك تليفونات بقى. اركب كده يا عم فرج، ما تشوف. لا اركب يا امير. لحظه لحظه. اركب. اركب يا فرج اركب يا بطل. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اركب يا فرج. ايه يا فرج؟ ايه يا فرج؟ ايه يا فرج؟ الله يبارك لك. والمعلم عربي بسم الله. وادى السن ولا سن، ابن 9 شهور ولا سن. اركب يا عم فرج. المعلم فرج الزيات قطور ما بيجيبش الا الحلويات. فرجنا كده يا عم فرج، فرجنا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. المعلم عربي في سوق بلقاس، والمعلم فرج الزيات ما بيجيبوش الا الحلويات. هنتعرف النهارده عن اسعار الحمير من داخل سوق بلقاس العموم الدولي. بسم الله. عم فرج حرك ده. الحمار ده طبعا لباني ما كسرش ولا سن. ولا سن ايه؟ تمام. ما فيش في اي خالي من خالي من عيوبه الشرعيه خالص. ما فيش اي خالي. طبعا العيوب الشرعيه العض، الرفس. لا ما فيش الكلام ده. سوسي. ما فيش الكلام ده. ما فيش اي كلام من دي خالص. والخوف. تمام. السعر المطلوب كام يا عم فرج؟ 73 100. خالي من اي عيوب شرعيه؟ اي عيوب شرعيه. عد، رفس، خالص. سوسي. لا ما فيش كلام. تمام. رقم التليفون يا عم فرج للتواصل مع حضرتك. 0000 89 60 74. المعلم فرج الزيات قطور غربي. اي حد محتاج اي حاجه يتواصل مع المعلم فرج، ورقم التليفون موجود في العرض. يا عم فرج لو اي حد محتاج اي حاجه تقدر تحضرها له؟ اهو احضرها له. تمام تمام. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. معلم فرج الزيات حمار ما كسرش ولا سنه، بيتكلم في 73 100. 7300 جحش قدام حضراتكم اهوت، ما كسرش ولا سنه، والسعر 73 100. 7300. سلام يا عم فرج. سلام يا عم فرج. سلام. ايه ماشي ماشي يا شباب؟ فيك جاي عشان نصور. يلا ماشي يا سلام. من داخل سوق بلقاس العموم الدولي بنقدم لكم تقرير عن اسعار الحمير مع المعلم فرج الزيات والمعلم عربي بطرة. والنبي فرج يا عم فرج. بسم الله. المعلم عربي والمعلم فرج الزيات بيجيبوا لنا النهارده الاحلى العروض في سوق بلقاس. شوف الصنف كده يا عم حسن. يا معلم عربي البضاعه دي سنها ايه؟ قافل جديد على الاول. قافل. بسم الله.
السعر يا معلم عربك ايه؟ السعر بقى ما حدش بيقطر في العرب يا استاذ. تمام. ده يعني 45 اصلا. يعني 45 لسه هتقلق يعني؟ اه. والعرب محرومش. اه. اركب يا عم فرج وفرجني كده يا عم فرج. وحلوه وحلوه. صور يا استاذ خلي الناس تدق هيك. تمام يا معلم فرج. اي اظن ايوه يبشر ايه تمام مفيش. لا مفيش الكلام ده. تمام. يا حاج طلع النبي. قافل جديد. والسن قافل جديد. والسعر 4500 اصله. طبعا العرق ما حرمش يا عم فرج. لا طبعا. تمام. عمار قافل والسعر 4500 ولسه طبعا هيرزقه والعرق ما حرمش يا عم فرج. عشان كل حاجه تبع الطبع كده للساده المشاهدين. رقم التليفون بتاع حضرتك يا عم فرج تاني. 0000 89 60 60 74 74. المعلم فرج الزيات قطور غربي. واي حد محتاج اي حاجه نضيفه يتصل بالتليفون ده. تمام ان شاء الله. اي حد محتاج اي حاجه يتواصل مع المعلم فرج. ورقم تليفون المعلم فرج موجود في العرض. معلم فرج الزيات قطور غربي. اللهم صل على النبي. حلويات العرض حلويات العرض. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. فرصة هي ما كسرتش ولا سن لباني. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. حلويات عرض سوق بالقاس يا معلم. رقم التليفون يا معلم الاول كام بعد اذن حضرتك؟ 010 010 24 24 91 91 3624 المعلم رزق عبد المعلم رزق عبد القادر. حضرتك مين يا معلم رزق؟ انا هنا بالاس. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. السماحيه جنب بالاس. الحلاوات دي سعرها كام يا معلم؟ بس ما يرضي الله. 9000 ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك يا رب لصاحب النصيب. اي حد محتاج العرض ده يتواصل مع المعلم رزق ورقم التليفون موجود في العرض. ربنا يحسن سوا ان شاء الله يا معلم رزق. حبيبي بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ماشي يا رجال. شكرا لكم يا رجال.